رجال في المطبخ؟ ايوه رجال في المطبخ. وين ما كنتم السلام عليكم، مساكم الله بالخير ويا هلا مرحبا فيكم حبايبي مستمعينا عبر الاثير بانوراما اف ام في حلقه جديده من برنامجنا اليومي رجال في المطبخ. اليوم ضيفنا غير، ضيفنا هو زميلنا المذيع مقدم برنامج صباح الخير يا عرب، الزميل خالد الشاعر. مساك الله بالخير يا خالد. مساك الله بالنور والسرور زيد، كلامك بخير وانت بخير وصحه وسلامه. بدايه وش حاب تقول لمستمعينا بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك؟ أول شيء أقول لهم كل عام هم بخير، ينعد عليهم إن شاء الله بصحة وعافية. كل سنة نقول إنه هو غير حلو، وبالفعل يثبت مع أنه هو شهر واحد تتشابه فيه العادات والتقاليد كل سنة، إلا أن كل سنة يحمل يعني نكهة مختلفة. إيش السر ما أدري، بس المهم إن إحنا نستفيد ونستمتع في هذا الشهر. الله إن شاء الله يبلغنا قيامه وصيامه إن شاء الله. آمين. حبيبنا خالد، أسألك سؤال، علاقتك في المطبخ في رمضان كيف؟ هل هي علاقة وطيدة ولا علاقة غير وطيدة؟ والله شوف، أنا علاقتي يعني بالمطبخ في رمضان نفس علاقتي باللمبرجيني لما كنت صغير، أحبه بس من بعيد لبعيد. عرفت العلاقة هذه اللي بعيدة، اللي يعني إيه؟ ودي بس 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 مو بقادر، مو بفاهم، بعرف شو أسوي. يعني أنا سيء جدا، يعني يمكن البيض عقب كل 3-4 محاولات تضبط معي مرة واحدة. 4-3 محاولات؟ يمكن تضبط معي مرة واحدة. الشاي أوكي يعني ماشي الحال الحمد لله، تسخين الماي وكذا. فأنا سيء جدا في الطبخ، ما أعرف أطبخ طبخة واحدة. لكن إذا قصت بالمطبخ كأكل كتذوق، صراحة رغم يعني الناس تشوفني حجمي صغير وضعيف وما عندي كرشة، إلا أني أكل عن خمسة يعني في ما شاء الله في رمضان كتذوق مو ككمية. ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله يا حبيبنا خالد. طيب خالد، نظامك في رمضان يعني شوط ولا شوطين؟ لا شوطين صراحة. أنا كنت وايد أنزعج لما يعني أشوف ناس يستغلون رمضان كأنه سباق علشان من يزيد وزنه أكثر. مع أن أنا أشوف هاي يعني رمضان فرصة لأي واحد يعني حاب يعمل دايت أو أنه ينزل من وزنه علشان صحته، علشان شكله، علشان الأمراض يعني تبتعد عنه. فرصة رمضان أن الواحد يخفف. المصيبة زيد أن الناس كأنه يعني كأنه ما عندهم، بعض الناس طبعا كأنه ما في شخصية، كأنه ما في قوة، ما في قدرة على التحكم. أنا عن نفسي كنت من هالناس، كنت من النوع اللي يزيد وزنه في رمضان لازم 3-4 كيلو ممكن أحيانا، تخيل يعني في شهر واحد، وتعال خذ على طول السنة جري وكرة قدم عشان تنقص هالأربعة كيلو. ما شاء الله تبارك الله. فقررت أن أنا أعملهم شوطين وأحاول أن يكون الأكل يعني التذوق، أنك أنت تستمتع بالمطبخ في رمضان مو معناته أنك تأكل كمية. صحيح. ممكن تأكل كميات بسيطة بس أنك تستمتع بكذا طبق وكميات معقولة. فالشوطين لا مهم يعني. يعني أنت لعب على المرتدات يا خالد. لا أنا لعب على المرتدات 2-3-1 أحيانا، عارف أنت الخطة هذه يعني تبدي الدافع عقب تهجم مرة واحدة عقب توقف 10 ورا واحد قدام. مع الحارس طبعا. طيب خالد، يعني بحكم أن تقصينا وراك الأمور، وجدنا أنه خالد الشاعر يعني كرة القدم يمارسها بشكل تقريبا مو نقول يومي لكن بشكل يعني خلينا نقول شبه يومي، وعلاقتك في الجيم علاقة جميلة. أنا بسألك سؤال، كيف ممكن في رمضان يعني بين أكلك وتفصل بين لعب كرة القدم وبين الجيم؟ إنزين شوف، أنا عن الجيم هو اللي غير حياتي في رمضان. حلو. أوكي، أول شيء بالنسبة لي الجيم قبل ما يكون مسألة شكل أو كذا صحة، يعني الواحد ودي يكون قوي. سلام عليك. جسمه قوي يعني كصحة وسلام، عرف. إيش النظام؟ هي في البداية وجبة خفيفة بعد أذان المغرب. أريح ساعة. حلو. وعلى طول الجيم، لأنه مو يعني مو بزين إنك تأكل على طول تروح الجيم. صحيح. رحت الجيم خلصت، صار وقت صلاة العشاء والتراويح. حلو. أوكي. رحت صلاة العشاء والتراويح، أنت مجرد ما تخلص مر وقت على الوجبة الأولى الخفيفة ومر على الجيم وصليت وخلاص حملت شيء لأذان الفجر، رد لك الجوع مرة ثانية. صحيح. رحت حق الشوط الثاني وقمت تأدب بالأكل. أيوة قمت أدب بالأكل، حسيت أن أنا سويت شيء زين فحين ممكن أكل. لا بس أكل يعني كمية المعقولة، بعد الجسم في النهاية يحتاج طاقة، يعني مو بتجوع روحك وتقول أنا يعني صايم وما راح أكل كثير في رمضان عشان ما أثمن.
في النهاية تحتاج طاقة وبس، وبعدين أوقف على الساعة 2. يعطيك العافية صديقنا وزميلنا خالد الشاعر، كلمة أخيرة للمستمعين تحب تقولها؟ أنا حب يعني كل سنة الناس تكرر نفس الكلام والتهاني، أحب أقول شيء مختلف يمكن أول مرة يعني أقوله بالنسبة لإذاعة MBC FM أو حتى بانوراما FM. رمضان فرصة أن الواحد يتصالح مع نفسه ومع الناس أيضا. أنا أعتقد أن ساعات الواحد مع مشاغل الدنيا يلها ينسى ناس معينين، يزعل من ناس وينسى أنه زعل منهم ويقطعهم. أعتقد رمضان فرصة الواحد يتصالح مع نفسه عن طريق أنه يهتم بصحته، يفكر في مستقبله، يخطط الطموحات، في نفس الوقت إذا كان زعلان من أحد يراضي. الدنيا ما تسوى إذا واحد قاطع أحد من أهله، مزعل أحد، عليه دين، عليه أي شيء. المهم أنه يحاول في رمضان يكون شهر غسيل، يعني عن جد يغسل نفسه من كل شيء على أساس يبتدي صفحة جديدة. هذه أنا ودي أن الكل يسويها، لأن بيحسون بقيمة الراحة النفسية اللي هي المفروض تكون الهدف من شهر رمضان. كلام جميل وسليم أخونا وزميلنا وصديقنا خالد الشاعر، شاكرين لك تواجدك عبر الأثير بانوراما FM في برنامج رجال في المطبخ. شكرا زين، يعطيك العافية زميلنا خالد. بإذن الله أعزائي المستمعين ألقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم رجال في المطبخ.